بكم. نخش على اخبار النادي الاهلي. بعض الناس تقول هو طلبات كولر ايه؟ طلبات كولر باك يمين باك شمال ومدافع، ده الاساس. طيب هو حضرتك كولر مركز على عمر كمال عبد الواحد عشان يلعبه فين؟ في الحته اليمين بتاعته طبعا. لا، في الحته الشمال. الحته اليمين بتاعت كولر الامور بالنسبه له تمام، كولر يبحث عن بديل لعلي معلول. هل البديل ده هيبقى موجود؟ هل البديل ده هيشتغل؟ هل علي معلول هيطلع ويسمح له ان هو يطلع السنه دي؟ هل هيسمح لعلي معلول انه يطلع من باب الكبير؟ اكيد 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 من المؤكد ان علي معلول في النادي الاهلي هيخرج من الباب الكبير. اكيد ان علي معلول في النادي الاهلي هيخرج من الباب الكبير. لجنه التخطيط النهارده وكابتن محمود الخطيب كان في حديث يخص معلول. ومعلول ادى تعليمات لمدير اعماله او الشركه او شركه تسويق او اللي بيسوق اللي جايب له عرض ان انا هخرج من خلال النادي الاهلي. وكان النهارده كلام او حديث لجنه التخطيط او كابتن محمود الخطيب مفيش حد هيشتري الاهلي والاهلي مش هيشتريه. اكيد ان هو هيلاقي نفس الشعور المتبادل من النادي الاهلي. اكيد النهارده النادي الاهلي هيخرجه من الباب الكبير، سواء ان هو هيمضي وهيخرجه، سواء ان هيمضي وهيطلعه. قولوا حضراتكم زي ما تقولوا. في بعض الناس يقول لي ما هو مش منطق اللي انت بتقوله، اشتريه علشان يطلع من خلالي. طيب الناس عارفه موضوع عمر سيد معوض، كل مصر سمعته، كل مصر سمعته. حضراتكم عارفين ان عمر سيد معوض كان يقدر يمضي ويسافر بره لو جاي له عرض، لان هو مش لاعب محترف. عارفين ان حضراتكم ان النادي الاهلي طلب ان عمر يطلع من خلاله، يعني عمر لو جاله عروض النادي الاهلي هيطلعه عادي جدا، وسيد راح مضى وعمر راح مضى لان ده النادي الاهلي عادي جدا. فمفيش حاجه اسمها همضي وانا مش هبيعك، ما انا ممكن امشي نهايه الموسم. اللي عايز يخرج من الباب الكبير بيشتغل في قصه تانية. اللي عايز يكسب الجمهور وعايز يكسب النادي الاهلي يخليه في ظهره، دي قصه تانية وقصه مختلفه. كولر بيفاضل في المباراه اللي جايه ما بين اتنين. تسالني تقول لي مين اللي هيكسب او القصه ايه؟ كل المقربين لكولر يقولوا ان المفاضله ما بين مودست وكهربا في مباراه سيمبا التنزاني القادمه هتكون يوم الجمعه القادم، هتكون لصالح كهربا. كهربا هو الاقرب في القصه دي لعدم اكتمال او اكتماليه مودست فنيا. يعني هو الراجل بيأدي بشكل ليس بالجيد قوي، معقول معقول، ولكن هو في الوقت الحالي مش جاهز 90 دقيقة. وكلمة 90 دقيقة دي كلمة مهمة جدا، حط تحتيها 100 خط. خلينا نشوف. كمان كولر بيفاضل ما بين نص الملعب، عايز يرجع امام عاشور، عايز يطمن ان هو سليم. كوكا ومروان عطيه هما المفاتيح دلوقتي اللي معاه في وجود ديانج، وعايز يختار اتنين منهم او ثلاثه في وجود امام عاشور، سته وثمانيتين ويفاضل ما بينهم. كمان بيجهز او بيستعد للتجهيز خالد عبد الفتاح وديبيس، لا تحسبا لحاله الارهاق لعلي معلول او ان علي معلول ما يكونش موجود. كولر بيفكر في تفاصيل التفاصيل لمباراة سيمبا التنزاني، واعتقد ان طموحات كولر في كل البطولات القادمة طموحات كبيرة جدا جدا جدا. كولر اجرى
اتصال هاتفي بعدد من لاعبي النادي الاهلي في المنتخب الوطني وحثهم على مباراه غدا وشجعهم حمسهم قال لهم بكره عايز اتفرج على مباراه كبيره.